عن داود عن عامر، تعرف عامر؟ عامر الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي من همدان، وهمدان هناك همدان باليمن وهمدان بالعراق، همدان باليمن وهمدان بالعراق، وهمدان التي منها الشعبي كانت بالعراق بالكوفة. قال قال حدثنا داود عن عامر، عامر الشعبي عامل قاضيا زمنا، عامل قاضيا زمنا، وقيل الله أعلم بصحة المقول أنه كان يقضي بين رجل وامرأته، وكانت المرأة حسناء، فقدرا جاء الحق مع المرأة، وقضى الشعبي أن الحق للمرأة، فهجاه الرجل في نفس المجلس، فقال فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان وبطرف مقلتيها، فكيف لو نظر إلى ساعدها ومعصميها، وأنشد أبيات شعر يهجو فيها الشعبي، فقام الشعبي عليه يضربه واستقال من القضاء، استقال من القضاء. فكان الأمير يداعبه كلما مر به ويقول له فتن الشعبي لما، ويسكت، فالشعبي يعرف ما المراد بهذه المقولة.